هو انت بتعملي ايه يعني؟ ما كل الستات بتعمل كده. ايه يعني؟ محسساني ان انت بتعملي اللي ما بيتعملش ليه؟ ها؟ يعني ما كل الستات بتاع امهاتنا كانوا بيعملوا كده واكتر. ما حدش بيعمل يعني الهليلة اللي انت بتعمليها دي. طبعا ده بتشوفوه كتير صح؟ ان تلاقوا الزوج فاتح الجعورة اول ما مراته تقول له بس انا تعبت، او انت مش مقدر اللي انا بعمله، يروح فاتح الجعورة دي. ده يعني الى حد ما الجعورة اللي انا طلعتها يتهيأ لي انها جعورة محترمة عن اللي بتتسمع في اماكن تاني يعني صح؟ تعال نشوف بقى جعورة الست مع بعضينا كده. هو انت يعني الوحيد اللي اشتغلت؟ ايه يعني؟ ايه يعني شغال شغلانتين ولا تلاتة وانت بتشيل حديد؟ ما انت قاعد مرزوع على الكرسي ما بتعملش حاجة طول النهار. ايه كل اللي بتعمله ان انت تاخد من الزبون الفلوس تحطها في الكيسة وخلاص؟ ايه طول النهار زللنا ومطلع عينينا وفي غيرك بيعمل اكتر من كده 100 مرة؟ ايه يعني اللي بتعمله؟ هو انت فاكر نفسك ان انت بتعمل حاجة؟ ايه ده؟ انا مش عارفة انت يعني ايه يعني ايه الحكاية؟ ايه ده انت ليه يعني زللنا ومطلع عينينا؟ في غيرك بيعمل اكتر من كده 100 مرة وما بيتكلمش. دي برضو جعورة الست، وكل واحد فيهم شايف ان الطرف التاني ما بيعملش اي حاجة، انه دوره تافه وسهل جدا، وانه يعني ما بيتعبش في دوره صح؟ انتوا عارفين ليه كل طرف من التاني بيتعامل مع يعني بيتعامل كده اصلا؟ لانه ملقاش تقدير. ما هو انت لما مش هتقدر دوري انا هدوس عليك. لما انت ترجع البيت تقول لها انت طول النهار قاعده في البيت، هو انت بتعملي ايه يعني؟ طبيعي يعني هي هترد عليك الرد دوت، هو انت بتعمل ايه في الشغل برضو؟ دي حاجه منطقيه اصلا يعني، مش محتاجه. هتقلل من المجهود اللي بعمله، هقلل من المجهود اللي انت بتعمله، ده رد فعل. هتقلل من دوري في البيت، هقلل من دورك برا البيت، بسيط. مش هتحترمني قدام عيالك، او مش هتحترمني بيني وبينك، لا مؤاخذة انا مش هحترمك قدام عيالك، وهخلي عيالك هم التانيين ما يحترموكش، وهي مسألة وقت حبيبي، وانت يعني هتشوف انت بس ثمرة اللي انت بتعمله. انا والله في ستات بتيجي تقول لي انا والله بعمل اللي عليا عشان العيال تحترم ابوها، والله انا يعني بقطع نفسي بس العيال شايفين. هو فعلا عايز اقول لكم ان الستات ديت ما بتكدبش، هي بتتكلم فعلا صح، ان هي ممكن تكون عندها النية الصادقة والسليمة انها فعلا تخلي العيال تحب ابوهم، لكن لما بيشوفوك انت مثلا ما بتحترمهاش وبتقلل منها قدامهم، بالتالي ايه اللي بيحصل؟ انت بتوقع منهم ايه؟ امهم دي هم شايفين تعبها اللي انت مش شايفه، فبالتالي لما انت بتهين تعبها اللي انت مش شايفه هم بيحتقروك. فانت بتتخيل ان عيالك امهم بتقسيهم عليك، بس الحقيقة عيالك اتعلموا بس يعني ايه انصاف، يعني ايه عدل، وهم شايفين ماما بتعمل ايه، فبالتالي مش هيسمحولك ان انت تقلل من مجهودها ودورها. هما شايفين قدامهم طول النهار ماما وهي واقفة في المطبخ، وماما وهي بتجيب الطلبات، وماما وهي ما بتقعدش على يعني على بعضها 5 ثواني، رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، عشان فلان عايز والتاني عايز والتالت عايز والرابع عايز والخامس عايز والسادس وهكذا، والطلبات ما بتنتهيش. هو انت فاكر عشان خلفت لك عيل ولا اتنين ان مسؤوليتهم في البيت سهلة؟ خالص. عايز اقول لك العيل ولا الاثنين اللي انت سايبهم في البيت دول بياكلوا دماغ مراتك بطريقه ما تتخيلهاش،
ما تعرفش انت هي يعني بتعمل مجهود قد ايه طول اليوم، وفي نفس الوقت بتستحمل وبتقف في المطبخ عشان تعمل لك انت اكل، عشان لما ترجع تلاقي الدنيا يعني جميلة وهادية كده. تخيل بقى ان هي بتهد العيال طول اليوم، تسيبهم يلعبوا طول اليوم عشان انت لما تيجي بالليل تبقى عارف تنام في هدوء، مع ان هي على فكرة انت متخيل انها طول النهار نايمة، والعيال دي بقى مؤدبة، يعني العيال دي ما بتعملش شغل العفاريت، ولا الست بتجيب عيل من على المروحة من فوق ولا من تحت الدولاب، ولا انت طبعا ما تعرفش حاجة عن الكلام دوت. انت متخيل ان هي نايمة والعيال نايمة في حضنها والدنيا تمام، يا سلام على النعيم اللي زوجتي فيه. ايه هي بتعمل ايه قاعدة في البيت؟ ما انت ما عندكش خلفية عن دوت صح؟ في حين ان انت لو فكرت بس في يوم واحد تجرب تقعد انت مكانها في البيت مع العيال اللطاف اللزاز، العيلين تلاتة اللي انت جايبهم دول، الله الله عليك يا سلام، تقعد تتصل بيها مليون مرة، الحقيني الحقيني انت جاي امتى، الله يخرب بيتك، ايه العيال دي ما بتتهدش، وتقعد تزعق وتشتم في العيال وتحاول ان انت تحكمهم، وانسى طبعا ما بتقدرش، وفي الاخر بتتخانق معاها تقول لها انا في يوم اجازتي كنت منتظر ان انا اريح شوية، اخرتها تنزلي انتي وتسيبيني مع العيال، انتي مش مسؤولة، انتي، مع ان على فكرة هي في دورها ما بتاخدش اجازات. تخيل بقى انه في كل ده وكل الدوشة دي وانت بتسألها او يعني انت بتعملي ايه يعني، تخيل بقى هي بتعمل كل ده، كل بلا 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 اللي احنا قعدنا نحكي فيها دي، ها تخيل بقى ان هي بتستحمل اصلا انها يعني بعد دوشة اليوم ودوشة العيال ودوشة كل حاجة هي بتمر بيها بتستحملك لما ترجع، بتستحمل انها تطبخ لك، بتستحمل الكلام اللي انت عايز تفضفض بيه لما ترجع من شغلك، ما انت راجع بقى تعبان عايز تفضفض، عايز حد في دماغ. هي بعد ما بتخلص الصبح مع عيالك بتاخد دورها بالليل معاك، تخيل انت هي بتعمل ايه، اصل انت كنت لسه بتسألها هو انت بتعملي ايه ان شاء الله، طب ما هو هي بتعمل كل ده، تخيل. عارف بقى ان العيال فاهمين المواضيع دي، فلما بيشوفوك ما بتقدرش الدور ما بيحترموكش، مش هي اللي بتربيهم ان هم ما يحترموكش، لا انت اللي بتهين نفسك لما بتهين زوجتك، انت اللي بتجيبه لنفسك لما ما بتقدرهاش. طيب هسألك سؤال كده ببساطة، تعالى تخيل كده لو الزوجة ما عملتش كل الادوار ديت اللي هي المفروض يعني انت شايف ان هي حق، تخيل ان هي ما عملتش كل ده، هتعمل ايه انت؟ تخيل ان انت راجع بيتكم ولقيت بقى البهدلة اللي مبهدلاها العيال لشقتكم، تخيل صدقني انت مش هتدخل شقة، انت هتدخل زريبة. انا مش هقول لك دورها كأم، انت شايف دورها كأم ده حق، طيب ماشي، ودورها توضيب الشقة كخدامة ده حق برضو صح، ودورها في الطبيخ كجارية ده حق، ودورها بالليل بقى حق برضو، طيب تمام ماشي. طب هو ينفعش الحق ده كله هي تقول لك انا مش هعمله؟ تخيل انت كده هتعمل ايه لو هي قالت لك على كل الحقوق اللي انت بديها لنفسك دي انا مش هعملها لك؟ هتحتس في شبر ميه، هتقعد تصرخ لما تلاقي العيال بيكسروا الدنيا حواليك وانت مش عارف تحكمهم، هتقعد تصرخ لما تلاقي العيال بيطلبوا منك حاجات في يعني في كل ثانيه عايزين طلب مختلف، وايه الطلبات ما بتخلص، وروح ويجي وروح ويجي وروح ويجي، واحيانا كتيره بيبقى طلبين وثلاثه في نفس اللحظه، ولو ما عملتش الطلبات يا خرابي هتلاقي البكا والصراخ والعياط والضرب عادي جدا،
وانت لازم تستحمل، لان نافوخك لازم يستحمل كل الضغوطات دي عادي جدا. واوعى اعصابك تفلت، لان العيال الصغيرة ومش هتستحمل الغباوة بتاعتك. ممكن تقولي كده لو الست دي قررت انها يعني الدور اللي هي ما بتعملوش او اللي انت مستتفهه قوي ده، لو ما عملتوش انت هتستحمل حياتك؟ لا، مش هتستحمل حياتك. عايز اقولك انه كتير قوي 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 مننا ما بياخدش باله من أهمية الدور اللي بتعمله الست في حياته. بس أنا هطلب منك تدي لنفسك بس مساحة، تقعد يوم كده وما تزهقش، وتمشي معاها خطوات يومها وتشوف كده هي بتعمل ايه، تتفرج كده على الروتين اليومي بتاعها، بس مش الروتين اليومي بتاع اليوتيوب، بلاش قلة أدب، لا اتفرج على الروتين اللي هو اللي هي بتعمله من ساعة ما تصحى الصبح لحد ما تنام بالليل معك. اتفرج كده على الخطوات، شوف اللي هي بترزع فيه واللي هي بتعمله واللي هي بتعيشه خلال اليوم، تشوف يستاهل ان انت بعد الضغوطات دي كلها اللي هي بتمر بيها تقول لها شكرا ولا لا، تقول لها تسلم ايدك، تقول لها بجد انت انسانة عظيمة ان انت مستحملة كل ده. عايز اقولك في حاجة تاني انت مش واخد بالك منها، ان الست عندها برضو ضغوطات داخلية بتستحملها مع الضغوطات الخارجية. ايه الضغوطات الداخلية دي؟ الهرمونات، التغيرات اللي في جسمها، التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل. لا ده عندها دنيا انت ما تعرفهاش، الألم بتاع ظهرها اللي بيزيد بعد الحمل، بعد أول ولادة الظهر بيبدأ يتعب، وهكذا بقى، وحاجات كتير جدا. طبعا دي مش في حساباتك، أنا هقول لك بس اتحمل الضغوطات الخارجية. يتهيالي إن كل دوت يستاهل منك إن انت تقف في يومك وتقول لها شكرا، شكرا عشان تعرف تكمل يا بابا، شكرا عشان تسندها تساعدها. على فكرة هي مش محتاجة منك شكرا، لان هي هتكمل في مسيرتها. يعني شكرا دي مش يعني مش هتقلل يا اخويا، مش هتديها انت من كرامتك بحتة شكرا، بس شكرا ديت هي هتحسسها بالدفى، هتحسسها ان اللي هي بتعمله ليه قيمة ومحسوس بقيمته. طيب تخيل كده يا راجل يا محترم، وعيالك شايفينك ما بتقولش لأمهم شكرا على المجهود الرهيب اللي هي بتعمله، العيال هيعرفوا ايه بقى؟ هيحطوا في دماغهم ان هم مهما عملوا ومهما سووا مش هياخدوا كلمة طيبة. ولو انت كنت يعني بعد المجهود اللي الام بتعمله بتعملها وحش، العيال هيحطوا في دماغهم برضو ان هم مهما عملوا مجهود هيبقوا بيتعاملوا وحش. تخيل بقى ان انت مش بتدمر الزوجة وبس، تخيل ان انت كمان بتأذي عيالك بايه؟ بان انت مش عايز تقدر المجهود اللي هي بتعمله. على فكرة تقديرك لمجهودها مش هيقلل منك، بالعكس ده هيرفعك في عينيها، هي مش هتلوي دراعك على فكرة لما انت تقدرها، مش هتهددك، بالعكس. دي على فكرة كلمة شكرا وكلمة التقدير دي هتغير ملامح بيتك بالكامل، بالنسبة للزوجة وبالنسبة للعيال. مش بس الزوجة يا حبيبي، لا، وعيالك كمان هيتغيروا، لانه هيحسوا انه المجهود وراء حاجة كويسة، وراء تقدير، وراء دعم، وراء تشجيع، فهيعملوا. لكن لما يلاقوك
زي الجلنف. ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ وهم شايفينها ان هي تعبانه. النتيجه ايه؟ ها؟ نتيجه ان هم هيتعلموا منك انه هم مهما تعبوا اللي قدامهم مش هيقدر مجهودهم. عايز اقول لك انه اغلب البنات بتوعت الجيل الجديد ما بيدخلوش المطبخ بسبب الاباء، لانهم شايفين ان طول النهار الام دي مفحوطة في المطبخ ومفيش كلمة عدلة بتتقلها، مفيش نتيجة كويسة الام دي بتاخدها، فبالتالي انا اتعب واهري نفسي ليه؟ اتعب وافني نفسي في المطبخ عشان ايه؟ ها؟ عشان في الاخر يعني يا يتريقوا على الاكل اللي انا بعمله يا ما يقدرهوش اصلا ويحسوا ان ده واجب عليا. اغلب البنات دي بسبب والديها ما بيدخلوش المطبخ، ما بيعملوش الحاجات اللي المفروض تتعمل في البيت. عارفين زمان كان الفرق فين؟ كانت البنت الصغيرة بتطلع تتعلم وهي حبة. عارفين ليه؟ لان كان الزوج بيشكر مراته، كان الزوج بيقول لها يا سلام تسلم ايدك على الاكل اللي انت عملتيه، يا سلام انت تعبتي النهاردة كتير، تعالي عودي ريحي، انت ليكي فترة طويلة ما جبتيش حاجة لنفسك، انت تستاهلي ان انت تجيبي احسن حاجة، خدي الفلوس دي اعملي بيها اللي انت عايزاه. دي كانت قيم زمان، فكان جيل زمان مطلع بنات قادرة انها تستحمل المسؤولية، قادرة انها تحب كمان المسؤولية، قادرة انها تشتغل في البيت، وقادرة 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 وقادرة، لانه كان في تقدير، لانه كان الراجل بيعرف يقدر. طيب عايز اقول لكم بقى، دلوقتي بنات اليومين دول بتهتم باللبس والميك اب والكلام ده، ليه بقى؟ لانه شايفين ان انتوا جنبكم الرجالة او الابهات لمؤاخذة يعني ما بيقدروش غير الحاجة دي، لكن باقي الجوانب بتاعت الحياة لا مش مهمة. شايفين الاب بيبقى ازاي ده مؤاخذة، هادي وجميل وطيب يوم الخميس، باقي الاسبوع بيبقى ابن كلب. العيال فهمت، البنات فهمت، قالت لك احنا عشان نسيطر عليه او نخليه ريل، هي دي الثقافة اللي انتوا بتورسوها وهي دي اللي انتوا عايزين تدلوا عيالكم؟ عارف لو انت في كل اكلة كده، في غدا في عشاء والعيال جنبك، وقلت لها كده بجد تسلم ايدك الاكل ده حلو النهاردة جدا، هتعلم العيال حاجات كتيرة جدا، هتخلق جو في البيت من الفرحة جميل جدا، هي نفسها هتحس بسعادة مش هقولك عليها لانه سعادة مختلفة. تخيل الموضوع ايه يعني في كلمة، شوف بقى حياة كلها هتتغير ملامحها ازاي بكلمة واحدة، كلمة تقدير واحدة. طيب احنا كده جينا على الزوج بما فيه الكفاية، تعالوا بقى ندخل على الزوجة المفترية. الزوجة المفترية هي بصراحة كده، وانا معلش يعني سامحوني ان انا بقول الزوجة المفترية، ليه بقى؟ لانه يبقى الراجل شغال شغلانة واثنين وثلاثة وعشرة، وهي تقول له ايه؟ المصاريف، احنا لسه مش قادرين نغطي المصاريف، علينا مصاريف زيادة، عايزين فلوس اكتر، احنا عندنا مشاكل مش عارف ايه 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 ايه، وتروح محطاله فوق دماغه وكأن هو ما بيعملش حاجة، وكأن هو ما بيطلعش عين امه
عشان يجيب لكم فلوس. والأصعب لما تتعصبوا على بعض وتروحي قايله له ما الرجالة اللي زيك بتعرف تعمل أحسن منك. آه ده فلان عارف يبني عمارة وانت مش عارف تجيب لي حمارة. اصعب حاجة على الراجل انه هو شغال بينحت، ما يعني هو بره مش بيصيع. يا استاذة انت مش فاهمة ان بره الراجل ده بيطلع عين امه حرفيا، ومفيش شغل بيرتاح فيه، وفي كمية نقص بتطلع في اي شغلانة. المدير بيبقى عنده نقص بيطلعه على مين غير الناس اللي شغالة معاه. في كمية نقص، في كمية ضغوطات بيتحط فيها الناس اللي في الشارع. لو هو بيتعامل في المحل، على فكرة الناس اللي في الشارع برضو ما بيبقوش الدنيا لطيفة. خايف مثلا من الايجارات، ايجار شقتكم اللي انتوا قاعدين فيها مع عيل همه خايف منك، وبرضو هو خايف منك وخايف من كل ده، بينزل كل يوم زي عارب الساعة، كل يوم ينزل يروح شغله. مفيش مرة قالك ان انا تعبان وهريح النهاردة مثلا الاسبوع ده ولا الشهر ده. ليه ده ما يتقدرش؟ ليه ما تبيش شايفة ان هو يستاهل ان يتقال له شكرا ان انت بتعمل كل ده عشان؟ ليه شايفة انه ده الطبيعي؟ لا على فكرة ده مش طبيعي، وحتى لو طبيعي هو انسان برضو، ولا انتوا شايفينه ايه بالظبط؟ انسان محتاج انه يتطبطب عليه. يا جدعان احنا ما قلنا لكمش ان انتوا تعملوا لنا تماثيل، بس لما اخذها ان الراجل ده محتاج ان هو يتقال له كلمة حلوة تخليه يعرف يتسند ويكمل بكرة. انتوا ما تعرفوش كمية الضغوط اللي بيقابلها في شغله شكلها ايه، ولا عارفين كمية القذارة اللي بتبقى من المديرين والناس دي، ولا فاهمين كمية الضغوط الموجودة في الشارع، اذا كانت بقى من البلدية او غيرها او غيرها. انتوا ما تعرفوش انه الشخص بيتعسر يوميا عشان يجيب الجنيه، لانه مفيش جنيه بيجي بالساهل. مفيش جنيه صاحب الشغل بيدفعه لينا غير لما بيبقى عارف كويس قوي انه خاب مكانه، يا اما من عرقك يا اما من ضغطك يا اما من اي حاجة. المهم ان هو ايه يعني بهدلك بيه بما فيه الكفاية عشان يطلعهولك. الرجل اللي جايبلك الفلوس في اخر اليوم دوت، ده ما كانش بيلعب عشان يجيبلك الفلوس دي. ده ممكن تكون انت ما تعرفيش ان هو ما كلش طول اليوم، او هو تعود ان ما ياكلش، رغم ان ممكن يكونوا اصحابه في الشغل بياكلوا ويتغدوا في الشغل وهو ما يرضاش عشان خسارة اوفر عشان العيال والبيت والمدام. ما تعرفيش ان ممكن يكون اصحابه بيقولوا له تعالى نشرب كوبايه شاي ولا حجر شيشه، يقول لهم لا لا انا ماليش مزاج، مع انه هيموت على انه يعمل زيهم، بس لا لا ماليش مزاج عشان يوفر. ما تعرفيش ان الراجل دوت اللي بيشرب له سجارتين او ثلاثة في اليوم بيستحمل كمية ضغوط غير عادية عشان يقدر يكمل في الشغل اللي هو فيه، لانه مفوش تعامل باحترام، مفوش ادمية مثلا. انت ما تعرفيش كل ده. انت تعرفي النتيجة الاخيرة اللي هي الفلوس اللي جاية لك كام؟ اقل من فلان اللي هو قريبكو ده اللي بيجيب مش عارف كام من تحت الارض. طب بذمتك يا شيخة مش حرام عليك اللي بتعملي فيه؟ بذمتك انا يعني لو هفترض، بلاش انا، هفترض ابنك
اللي عايش معاكي ده في البيت ونوعه ولد زي ابوه، هيكبر هيبقى نسخة من ابوه، صح؟ تخيلي كده ابنك لما يشوفك بالمنظر ده، وان انت الراجل بيطلع يطفح الكوتة وانت مش حاسة بيه ولا حتى كلمة تقدير بتقوليها له، تخيل الطفل ده هيحس بيه؟ هيحس ان هو مستقبله بامبي، صح؟ هيحس ان هو هيجيله واحدة زيك، هيكره الحياة ويكره الدنيا ويكره الدين، ويعني اصلي لمؤاخذة انا ايه اللي ده، انا هكبر للتهلكة. هو ده اللي هيقول ابنك جواه، هكبر هبقى مكانة، عمري هيضيع بس وهي تصرف بس، هبقى بموت وهما مش حاسين بيا في البيت، انا مصاريف بس. تخيلوا عيالكم برضو بيفكروا ازاي، ما زي ما انا قلت لهم هم من شوية عيالكم، بقول لكم انتوا كمان عيالكم، عيالكم دول هيتظلموا، عيالكم دول حرام عليكم. طيب الرجل الغلبان بقى ده، طب يا شيخة بذمتك بعد ما انت بتديله على دماغه ويعني بتظبطيه ومفيش تقدير للي هو بيعمله، وكل شوية تحسسيه ان هو لسه ما عملش حاجة وان عليكوا كتير وان انت تحطي عليه، متخيلة ان هو هيعاملك ازاي؟ بذمتك يجيب مزاج رايق منين عشان يقولك كلمة حلوة؟ ما يعني هو بني ادم اصلي، ما مش معقولة يعني ان انت بعد ما تديله الحقنة المتينة من النكد هو هيدوس على زرار ويمسح النكد ويديكي بقى ايه؟ حنان. حنان منين ياما؟ حنان ماتت، ما خلق، ما انت قتلتيها. تخيلي كده الراجل ده هيتعامل ازاي مع عيالك؟ طبيعي اول ما يشوف الواد هيشوته، يعني مش بس هيشوطوا ده، لو يعني عارفة مسكهم ورمهم لك واحد واحد من البلكونة هيبقى قليل. ليه؟ لان انت مديال حقنة نكد، انت مديال حقنة من عدم التقدير. الراجل بيسعى 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 وبياكل في نفسه، وفي نفس الوقت انت محسن هو ما بيعملش حاجة مع انه بيعمل كل في طاقته، لكن بنفس الوقت انت مش محسسة باي حاجة من دي، انت منكدة عليه على طول. طب تعالي كده تخيلي معايا، انت لو قلت له انت تعبت النهارده حبيبي، ما تريح يوم وربنا ما بينساش حد حبيبي، طب خلي بالك من نفسك، انا عارفه ان انت بتتعب في الشغل، كلام بسيط مش هتتشك في لسانك لو قلتيه، بس هيغير حاجات كتيره جدا. عايز اقولك ان زوجك يعني هينزل بطاقة يقدر يكمل بيها يومه من الكلمتين دول، ما يبقاش نكد بره ونكد جوه، ما يبقاش نكد معاكي في البيت من عدم تقديرك، وبره الراجل برضه متداس عليه، وتتوقعه من الراجل ان يكون طيب الخلق. على فكرة انا يمكن في فيديوهاتي الى حد ما باجي ضد الرجالة، بس في الفيديو ده بالذات عايز اقول لكم حاجة، احيانا الراجل بيبقى طبعه سو بسبب ان اللي هو متقدر في الشغل نصيبه ان ما يلاقيش شغلانة كويسة يتقدر فيها، او ما عندوش المهارات اللي بيطلبها السوق بتاعنا دلوقتي عشان يبقى متقدر، او مش كلامنجي عشان يعرف ياكل مديرينه، ايا كان انه يكون مش قادر يتقدر في شغله وفي نفس الوقت في بيته مش مقدرين اللي هو بيعمله عشانهم، فطبيعي جدا ان تكون النتيجة ان يكون طبعه وحش، طبيعي جدا ان يكون ردوده عنيفة، سامحوني بس بصراحة الحق يتقال في النقطة دي ان انتوا عليكوا دور كبير جدا كستات، بدل ما انت قاعدة تصرخي ان جوزك طبعه وحش، جوزك مش عارف مجندل، جوزك مش عارف ايه، قولي له كلمتين حلوين وشوفي، حسسي ان انت مقدرة اللي هو بيعمله عشانكم، وشوفي يا ستي، شوفي هيعمل ايه، شوفي هيتغير ولا لا، صدقيني هيتغير،
لأنه مفيش بني آدم ما بيتغيرش قدام التقدير والحب، ما ينفعش، دي طبيعة البشر. قدري وحسسيه بشوية حب وشوفي النتيجة، والنتيجة كمان هتجنيها في عيالك مش بس في جوزك. طيب احنا كده خلصنا الناس المتجوزين، تعال بقى نشوف الجمال اللي مش متجوزين. طيب بصي، لو انت من البداية شايفة ان هو بيتريق عليكي او بيقلل من شغلك او بيقلل من كليتك او بيقلل من تفكيرك في فترة الخطوبة بالذات، لو ما بيحترمش تفكيرك، بيقلل من تفكيرك، بيقلل من شغلك، بيقلل من مجهودك، بيقلل من الحاجة اللي انت بتعمليها، ما بيديش للحاجة الحق الكافي اللي انت شايفاه، راجعي نفسك قبل ما تتجوزي. انت نفس الكلام، لو هي شايفة مثلا ان انت شغال شغلانتين وممكن تشتغل التالتة، راجع نفسك قبل الجواز، راجع نفسك. لانه يعني انت ممكن اقولك اهرب، مش بس راجع نفسك، لا انا ممكن اقولك اهرب، ما تتجوز، اهرب يا بابا، لانه جوازك ده للأسف فاشل. فهمني، لان جوازك ده هيخليك زي المكنة كده شغال في الخلاط، ما توقفش. عشان كده من احسن لك ان انت تهرب وتعيش مع حد يقدرك، هتعيشوا حياة انتوا الاتنين سوية، وهتساعدوا عيالكم ان هم يكونوا اسوية. لكن لو انتوا اشتغلتوا في جو بكرة هيتصلح الامور، واحنا بعد الجواز الوضع هيختلف، اللي انت ما بتعملوش يا حبيبي او اللي انت ما ابتديتهوش في وقت الخطوبة بيبقى صعب جدا 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 تبدأوه بعد الجواز. الحاجات الكويسة بنبدأها في وقت الخطوبة وبنكملها بعد الجواز، لكن لو احنا ما ابتديناهاش في الخطوبة بيبقى الموضوع صعب جدا جدا ان احنا ناخد بالنا ونبدأها في الجواز. فنصيحتي ليكو، لو انت عايز تعيش حياة محترمة، لو انت لحد دلوقتي ما ارتبطتش، حط بند التقدير رقم واحد في اختيارك لشريك حياتك اللي هيكمل معاك. لو مش هيقدرك انصحك ما تكملش معاك. انا خلصت الحلقة دي، يا رب تكون خفيفة ولذيذة كده وكانت لطيفة معاكم، ولو عندك اي حاجة عايز نتكلم فيها اكتبها لي في الكومنتات تحت، وبإذن الله هعمل لك حلقة عنها.